سلام بنات، معكم شي وصفات احلام ام هبه. غندير لكم واحد البيشاميل اللي كتجي زوينه. نبداو على بركه الله بمقادير. عندي ثلاثه الكيسان ديال الحليب، الكيسان ديال العصير ماشي الكيسان الصغار اللي كنشربوا بهم اتاي، وعندي جوج معالق ديال الفرماج محكوك، ثلاثه المعالق ديال الدقيق، وجوج معالق ديال الزبده، وعندي الملحه والابزار. نبداو على بركه الله بالطريقه. خديت الزبده اللي درتها هنا في واحد كسرونه، نخليها حتى تذوب. صافي، من بعد ما ذابت لي الزبده غندير دوك ثلاثه المعالق ديال الدقيق، ونبقى كنخلط نخلط بالزربه باش ما يتكورش ليا على هذا الشكل هذا، ونزيد الحليب. تخلط مزيان صافي، ونخليه ما نزقاش عليه من التحراك حتى يوصل لداكشي اللي بغيت. نزيد شويه الابزار و شويه ديال الملح، ونبقى مستمره في التحراك. صافي نبقى بحال هكا، يعني هما كيما شفتو صافي وصل داكشي اللي بغيت. صافي دابا كنزيد عليه داك الفرماج اللي عندي، وكنستمر في التحراك حتى يندمج ليا كلشي، ونطفي عليه نخليه. هيا البنات، صلصه البيشاميل اللي وجدت معكم يعني طريقه ناجحه ومضمونه، وكتصلح لبزاف الحوايج.